مشكور تحفة مجموعة فنية. العمل حضرتك الجميلة. عندك رقم مميز جدا، بشوف ان الرقم ده لازم ياخد حقه، مش لكابتن فتحي مبروك، لاجيال تواجدت والنادي الاهلي ازاي بيحقق ارقام مميزه. تعتقد حضرتك حققت كام هزيمه امام نادي الزمالك؟ يعني وانا بلعب اعتقد ان احنا ما اتغلبناش من الزمالك. حضرتك يعني تحديدا لم تهزم من نادي الزمالك؟ لا، مباراه شارك فيه 8 مباريات حضرتك، في الثمان مباريات لا لم يخسر كابتن فتحي مبروك امام نادي الزمالك ابدا، وده بيعكس كمان ثقافة النادي الأهلي في المرحلة دي، كانت الانتصارات متوالية والبطولات. شخصية اللاعب يا كابتن اللي بتؤهله انه في مباريات القمة دايما يحقق الانتصارات او على الاقل ما يخسرش، اعتقد حضرتك دي بتحتاج نوعية معينة من اللاعبين، او ايه سر تفوق الجيل؟ لا، هي شخصية اللاعب دايما في فكره، في حتة ذهنية. النهارده قبل ماتش الاهلي وزمالك، مش عايز اقول لك انت بتشتغل كان شريط فيديو، يعني انا شخصيا كنت شريط فيديو شغال طول الليل، هلعب ازاي، طب مين اللي ضدي، طب هتحرك ازاي، طب هعمل ايه، كل هذه الامور لازم تبقى دارسها كويس قوي عشان تبقى نازل الملعب مفيش رهبه، مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش توتر، كانك دارس الموقف قبل الماتش بيوم. بتنام بدري، مع اني ما كنتش انام بدري ابدا، يعني زي ما قلت لك كده انا كنت اسهر وكان نومي قليل جدا، كل هذه الامور، ولكن انت دراستك للموضوع، دراستك للمباراه بيحتم عليك ان انت بتبقى كل سيناريو بتعيش الحاله، يعني بتعيش الحاله، ودي كانت طبيعه اللعيبه عندنا كلها كان دايما يعيش الحاله ويعيش النهارده. عنده ماتش بكره الزمالك، كل واحد في مركزه في البوزيشن بتاعه، كل واحد هيعمل ايه في البوزيشن بتاعه. عشان كده الحمد لله يمكن الاحصائيه دي طبعا كانت احصائيه جميله يعني. طيب البطولات البطولات اللي حققها الكابتن فتحي مبروك مع النادي الاهلي يتذكر منها ايه؟ انا متذكر يمكن في بطوله يمكن اعتز بيها جدا برضو، كاس مصر 4-2 على فكره، من البطولات الترقيه جدا 78 من البطولات الترقيه جدا، نزل فيها كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر الشيخ غيروا نتيجه المباراه، البطولات الترقيه جدا وبرضو حصل مشاكل فيها وكان شويه مشاكل كده في الاخر نادي الزمالك وقدر النادي الاهلي يعدل النتيجه متاخر ويحقق 4-2. من البطولات اللي اعتز بيها جدا طبعا. اي بطوله انا بكسب اهلي ماتش زمالك ده في حد ذاته زي ما احنا بنسميه دلوقتي بطوله في حد ذاتها، فمكسب ان انت بتكسب الزمالك ده بطوله في حد ذاتها، في نهائي بتبقى ضربه قاضيه كده، بتبقى ضربه قاضيه مش كده؟ طبعا هي ضربه قاضيه، انا بتكلم عن فكره القضيه دي بتكون في نهائي البطوله، انت بتخلص على الخصم بتاعك.